في قطايف دلوقتي يا استاذ رحاب بعد اذنك نشوف مقاديرها، عشان القطايف دي حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. قطايف بالطبر موجوده، بس قطايف بالطبر وتشرب بدل الشربات دبس الطبر ده اللي ما شفتوش قبل كده. المقادير على الشاشه، معانا قطايف، ومعانا تمر مكسرونه بالسكينه ناعم، ومعانا دبس التمر وده موجود في اي محلات السوبر ماركت. حلو. ومعانا زيت على النار وزي الفل، زي الفل تمام. ناخد الطماطم، هنبدا نشتغل في القطايف دلوقتي، بس خلينا نروق البوتاجاز كده، ما احبش حاجه تدخن جنبي. وتعالوا مع بعض، معايا شويه جاهزين هحطهم في الزيت يتحمر عشان نكسب وقت. قطايف دايما على طول سر القطايف انك تغطيها قبل الحشو وبعد الحشو، يعني زي ما انا دلوقتي شلت الغطا من على طبق القطايف اللي انا جايبه، عملتيها ولفتيها بتحطيها برده وتغطيها، ده موجود. ولما تيجي تحمريها يا ست الكل تنزل كلها في الزيت مره واحده، يعني ما توعديش الزيت يسخن وتنزلي واحده وتنزلي اللي بعد كده، على ما تخلصي العدد هتلاقي الاولانيه احمرت هتتوهي بينهم، زي الراجل بتاع الطعميه كده. بيعمل ايه الراجل الناصح ده؟ بيهدي الزيت ويشتغل يجرب له مثلا 600 700 حبه في قلب الطاسه بتاعت الزيت، ويجي مره واحده رافع الزيت، هو ده الشغل. انزلي يا قطايف، حلو قوي. وتعالوا نلف القطايف مع بعض. تمر نحط عليه شويه قرفه اهو بالشكل ده كده، ونحط عليه كمان اذا انت حابه يعني مكعب زبده صغير. قطايف بالتمر تتقفل ازاي اهو، تفاصيل مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، تفاصيل اهي قفلت اهي. انسي تضربيها في الكرين بتاعي ترجع زي ما هي، حلو زي الفل ونقفل كده معايا دبس التمر جاهز، ده الشربات بتاعها بالشكل ده كده تقفلها كده حلو قوي. يعني يا شيف مغازي ممكن اشربها شربات عادي بتاع الكنافه والبسبوسه؟ مش هتقول لا، بس لما نقول سبك لبن تمر هندي خليها كلها تمر بقى، حتى دبس التمر معانا نروح عند الزيت اخباره ايه؟ حلو قوي. ننزل بيهم دول، لسه معانا وقت، هي عمليه تقديريه يعني نقلبهم التقليبه دي كده زي الفل تمام. ونشيل كل حاجه من هنا بقى عشان نغرف القطايف بتاعتنا، ولما نيجي بقى نحط الايه، اللهم صل على النبي. حلو قوي، ايه الجمال والدلع ده يا شيخ، ايه الجمال والدلع ده. معلش اقفلها كده، حلو، واخليها كده انزل بيها على ايه، على وش القطايف عشان الصوص يتوزع عليها بايه. حط منديل صغير كده، حلو الكلام، اللهم صل على النبي. وتشيل الحاجه دي من هنا، خلصت من القطايف بتغطيها وتشيلها في التلاجه متغطيه من فضلك عشان تلفها تاني يوم، تعملها بالقشطه، تعملها بالمكسرات زي ما انت عايزه. ايه الاخبار؟ لسه شويه تتحمر، انا بحبها مقرمشه صراحه يعني، بس لو جينا الشيف بوغازي ياكل القطايف دي للامانه تطلع من النار تبرد، احط عليها شويه سكر بودر بس، انا بحب الجو ده. ما بحبهاش متشربه لا شربات ولا دبس الرمان، سوري دبس التمر، عشان نقول الحقيقه يعني. انا احبها كده، احب عليها سكر بودر. سمعنا الصوت ده كده؟ الصوت وهي بتخبط كده. اللهم صل على النبي. قطايف يلا مش مشكله، حلو. على فين مكانها؟ فين؟ هنا يا ويلي صل على الحبيب قلبك يطيب. قطايف بدبس التمر وحقوق الطبع لدينا وبس، دبس التمر ينزل عليها وهي سخنه، تقوم عجينه القطايف تشرب دبس التمر، ويبقى سمك لبن تمر هندي مقوله الشيف المغازي، اتعملت النهارده بالمايسترو.